صباح الفل والسعادة والجمال على حضراتكم في فقرة جديدة ويوم جديد وجمعة جديدة. صباح الصحة والنشاط والحيوية والجمال، صباح العقل السليم في الجسم السليم. النهاردة يعني في فقرتنا هنتكلم عن الصحة والنشاط وازاي نعمل شيب حلو قوي لجسمنا. معانا كابتن جيم عمار، بس الأول خلونا أصبح على محمود. صباح الفل يا محمود. صباح الفل يا داليا، وصباح الفل على السادة المشاهدين. جمعة مباركة عليكم وكل سنة وكل أم طيبة بالنسبة عيد الأم. طبعا تحياتنا كلنا لكل أمهات مصر كلهم. النهاردة معانا كوتش هنتكلم عن الصحة وعن اللياقة البدنية وعن الجيم وعن المساج. معانا كوتش عمار. ازيك يا كوتش؟ اهلا بيك. عامل ايه محمود؟ عامل ايه؟ اخبارك انت؟ كله تمام؟ كله تمام حبيب قلبي. النهارده بس في عندي سؤال كده مهم جدا. الاول نعرف الاول للساده المشاهدين الاول بكوتش عمار الاول، بعد كده نخش في الاسئله بتاعتنا. انا عمار محمود حسن من الجيزه، من بلاد دكرور. تمام. التربيه الرياضيه جامعه الازهر ان شاء الله، اخر سنه ان شاء الله. بدرس في قسم التدريس وتخصص بوكس وتنس ان شاء الله، وشغل عامه المساج والجيم. ده الشغل بتاعك الاساسي؟ والدي هو اللي حطني على اول الطريق. تمام يا كابتن. احنا بقى كنا عاوزين نعرف ان ناس كتير جدا بتبقى عاوزه تروح تبتدي في الجيم وتلعب رياضه، بس للاسف بيقعوا في اخطاء كتير جدا. يعني قول لنا اول حاجه لينا وللساده المشاهدين يعملوا ايه في اول يوم جيم ليهم، يبتدوا ازاي؟ هو مبدئيا لازم يبقى معاك حد يشجعك ان انت تروحي تتمرني معاه. تمام. تاني حاجه، اول ما تخش تبتدي تخش الجيم لازم تخش اول حاجه على الترينر هناك. الجيم عامه اي جيم بيرشح ترينر معين عشان خاطر يقف معاكي ويديك التمرين. تمام. فبناء عليه هو بيشوف صحتك نفسها، فيكي حاجه، فيك اي مشاكل، يعني زي ليفل كده مثلا، بيدخل على ليفل اي ليفل بي كده. مبدئيا كده مثلا بيخش بيتمرن جنرال، بس بعد كده بيبتدي ممكن يبتدي تلات ايام. عرفنا بقى الجنرال ده ازاي بالظبط، بتخش خطواته ايه. خلي بالك ان في نقطه، ان دلوقتي اصلا اي حد فينا بيبقى عنده الدافع ان هو عايز يروح الجيم ومتشجع وكل حاجه، ولما يجي ينفذ ويخش ويشوف الاجهزه والحاجات اللي جوه الجيم بيجي له كده بيتوه عامه جوه. فعرفنا جنرال انت بتتعامل مع الشخص ده ازاي عشان تحبوه في المكان، عشان ما يقعدش تلات ايام ويمشي. ما انا بقول لحضرتك، انت مبدئيا بيكون معاك واحد من صحابك او حد بيكون مشجعك ان انت تروح، او عامه الشيب بتاعك طول ما انت مش راضي عن شكلك انت بتحاول تغيره. تمام. فان انت الدفعيه نفسها بتكون موجوده من جواك ان انت تحاول ان انت تروح وتحاول ان انت تستمر. جميل. لازم الكابتن اللي معاك هو اللي يشجعك ان انت تستمر في الجيم. طب اهم حاجه الكابتن، يعني في ناس بتروح الجيم بتعمل تمارين وبتشيل احمال تقيله قوي يا كابتن عمار، وده طبعا بيأثر على ظهرها وبيأثر على العمود الفقري. فاهم حاجه يبقى في ترينر فاهم في الجيم، بحيث ان هو التمارين اللي هو يقدر يعملها في الاول يعرفوا طريقه اللعب ازاي. دلوقتي اغلبيه الناس بتاخد كورسات عشان خاطر الشغل، بهدف الشغل، لكن ما فيش حد بيكون فاهم. ممكن انا اخد كورس ومش فاهم فيها حاجه، لكن انا قعدت اكتر من 3 سنين بشتغل في الجيمات ومعيش سيفتي حتى. ما دي مشكله، انت اكيد بيقابلك طبعا اخطاء كتيره بتشوفها من ناس بتتدرب عندك في الجيم. هي لعبه كمال اجسام عامه، لعبه هي دراسات في نفس الوقت مبنيه برضو على التجارب الشخصيه. انت عايز توصل لمستوى معين وعايز تعمل حاجه ما حدش عملها، انت بتجرب في نفسك. طب انا هخلط ما بين المساج، انت بتشغل مساج وشغال برضو عندك جيم بتاعك. طيب. انا عايز اجمع الاثنين ببعض، بمعنى انا دلوقتي بلعب جيم ايا كان عشان اخسس او عشان عضلات او الكلام ده كله، وفي نفس الوقت عايز اعمل مساج. الصح ان انا بعد الجيم ان انا اعمل مساج عشان ارخي اعصابي او عضلاتي او الكلام ده، ولا ايه اللي بيحصل؟ المساج عامه مسؤول في نسبه نمو العضلات في الجسم نسبه 50%. تمام. لان بيبقى في تيبس في العضلات، وبيبقى في اللاكتيك اسيد موجود جوه العضلات، فانت بتوزعه، لازم عشان توزعه بالمساج. تمام. فلازم مثلا كل اسبوع، كل 15 يوم، كل واحد يعمل جلسه مساج. في خطوات معينه، في اكل معين، في انت بتاكل قبل جلسه المساج مثلا بحوالي ساعتين، وبعد الجلسه برضو بتاكل بحوالي ساعتين. في اثناء جلسه المساج انت بتاخد دش مثلا قبل الجلسه، تخش جسمك كله بيكون في استرخاء تام. المساج عموما بيساعد على تحسين الدوره الدمويه في الجسم. تمام. زي ما قلت لك ان هو بيساعد على نمو العضلات. يعني حضرتك بتفضل كمان المساج بعد الجيم؟ بتفضل الحته دي؟ طبعا مساج بعد الجيم احسن. هو اصلا المساج كمان بيدي كده نوع من الراحه والاسترخاء. جميل جدا. طب هنيجي بقى بالنسبه للبنات، يعني انا بقى واحده من البنات بخاف اشيل اوزان تقيله، تنصح البنات كلها بايه؟ تنصحنا جماعه ان احنا اول ما نروح نلعب نشيل اوزان، وايه فايده الاوزان؟ ولو شيلنا اوزان نبتدي بايه بالظبط؟ او نبتدي ايه التمارين الصح للبنت ان هي تعمل شيب حلو؟ يعني احنا كلنا بنحب نهتم بجسمنا كده، فنعمل شيب حلو لينا.
تنصح البنات بايه؟ هو فكره ان البنات زي الاولاد في الجيم عامه، يعني تمام. دي ملهاش تمارين وده ليه تمارين، الاثنين بيتمرنوا زي بعض. الفكره ان الولد بي 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 بيكون عنده فكره ان هو بيشيل اكتر من البنت، ده طبيعي لانه ولد عنده قوه تحمل اكتر من البنت اكيد طبعا. لكن فكره ان الحديد بصفه عامه ما بيساعدش البنت انها تطلع عضلات، اللي بيطلع عضلات البنات اللي بتطلع عضلات دي بيكون واخده استرويد وبيكون واخده حاجات تانية كتير منشطات عامه بصفه عامه. فعموما الولد بيكون زي البنت في حوار التمرين وكل حاجه. طب بالنسبه بقى للمنشطات والمكملات، بما ان انت جبت سيرتها، هل المنشطات والمكملات ده شيء مضر؟ يعني شيء مضر للناس اللي بتاخده ولا هو شيء مكمل؟ لا، وامتى اخده؟ اه بالظبط، وامتى اخد المكملات او ابتدي ان انا اخد المكملات وانا بلعب؟ يعني المكملات عامه، المكملات بصفه عامه، المكملات مش الاسترويد، المكملات هي ما فيهاش اي ضرر، بالعكس في مكملات كمان مصرحه من وزاره الصحه ان الاطفال كمان ياخدوها. لكن انت عندك الاسترويد، انت حاجه مضره. الاسترويد دي عباره عن ايه؟ مش عارف. الاسترويد منشطات تبقى ابر الهرمون. في دلوقتي ناس تاخد سينسول ودي مشكله كبيره جدا، تلاقي الواحد دراعه ده اللي هو بعد ما مثلا هو واقف تمارين وقعد فتره ما بيلعبش جيم، جسمه يجي له ترهلات كده. الاسترويد حاجه مصر. الاسترويد انت الاسترويد عامه انت بتلعب في جوه جسمك، في الهرمونات بتاع جسمك نفسها، اللي هو يبني عضلات بقى ويبقى اللي هو منفخين البادي بيلدينج المنفخين. ما هو على حسب، في انواع معينه الواحد لازم يعمل كل حاجه بيكون بدراسه. هو زي ما قلت لك حضرتك في الاول ان هي لعبه تجارب، انت بتجرب في نفسك بعد كده بتشوف هتنفع ولا مش هتنفع. تجرب عامه. طب بالنسبه للاكل، في وجبات معينه؟ في ناس خلي بالك بتبقى مثلا ايه، بتاخد الثلاث وجبات كاملين بالنسبه للناس بتوع الجيم يعني، وفي ناس تقول لك لا انا اوزع الوجبات بتاعتي بطريقه ثانيه، ممكن اخد وجبات اكتر، مش اكتر من ثلاثه بس الوجبه قليله. الصح ايه هنا؟ انت عندك مثلا في ناس بتعاني من امراض النحافه، وفي ناس بيكون واحد مثلا عايز يخش يزود جسمه عشان يخش بطوله، تمام؟ اللي بيكون عنده نحافه ده ممكن ياكل يوصل لحد اربع وجبات في اليوم، وطبعا هو معدته مش هتستحمل لانه عنده نحافه. فانت فكر ان انت بتدخله الوجبات بتاعته، بتحاول تدخله فيها كل وجبه بتدخله فيها العناصر الكافيه بتاعه الغذاء بتاع الجسم اللي هو محتاجها، سواء بدون صحيه سواء كل حاجه، كل واحد حسب الوزن بتاعه. لكن البطولات عامه بصفه عامه، البطولات انت بتحاول ان انت توصل تزود عضلات على قد ما تقدر، بعد كده توصل لفكره التنشيف. تمام. التنشيف ده خلينا في الاخر عشان انا هكلمك فيه في الاخر، مهم بالنسبه لي برضه. احنا بقى عاوزين تبقى الرياضه لايف ستايل لكل الناس، يعني تنصح الناس جميعا اللي بتلعب رياضه والناس اللي مش مهتمه بالرياضه. يعني احنا عاوزين ناخد من الفقره دي الناس كلها عندها هدف وعندها حلم ان هي تخلي جسمها حلو والشيب كده وتلعب رياضه، لان يعني الرياضه مهمه جدا طبعا. فتنصحنا بايه وتنصح الساده المشاهدين بايه ان تخلي الرياضه لايف ستايل للحياه بتاعتهم؟ هي فكره في ان ساعه في اليوم مش هتضر اي حد. تمام. في ناس بتعاني من امراض السكر وغيره، وفي ناس سنانها بتقع من كتر السكر وما بتلعبش رياضه. طب بالنسبه للناس بقى اللي عندهم الامراض المزمنه زي السكر والضغط وكده، هل الرياضه متاحه ليهم ان هم يضغطوا على نفسهم عادي زي الناس زي اي حد يساوي يعني؟ الفكره ان ده غلط، كل واحد بيرجع للترينر بتاعه. الفكره ان انت مثلا جيت لي هتقول لي كابتن انا تديني مثلا، اقول لك اعمل لي انبادي بحيث ان انا اشوف السعرات الحراريه بتاع جسمك واحسب نظام البي ام ار بتاعك اللي انت محتاجه. تمام. فبتيجي مثلا بتقول لي انا عايز اوصل لكذا، فبسالك انت عندك امراض ايه؟ تمام. عندك بتعاني من ضغط، بتعاني من سكر، قلب، عشان تقدر تديني العاب معينه او تمارين معينه، صح كده؟ بالظبط. عشان اعرف بناء عليه احط البرنامج بتاعنا. طب وكمان بالنسبه للانظمه الصحيه، يعني في انظمه صحيه زي الكيتو والنظام اللي هو الصيام المتقطع اللي هو ظهر في الفتره الاخيره دي، يعني ممكن تكلمنا اكتر عنه؟ الفكرة ان الكيتو دايت والصيام المتقطع والكارب سايكل الحاجات دي كلها لازم حد يكون فاهم فيها عشان يقول لك عليها. ما ينفعش انت من نفس يعني ما ينفعش من نفسك. بصراحه انا مره اسمع حاجه اسمها كيتو كان يعني، لا في يا محمود والله انا مش عارف، في ناس عملت ماليش في الجيم. بس في ناس للاسف يا كابتن عمار بتعمل الحاجات دي مع نفسها، يعني خلاص تقول انا اختي جربت، انا صاحبتي جربت، فانا يعني هجرب النظام بتاعها، فده غلط. هي دي مشكله، انت جسمك غير جسم فلانة غير جسم فلانة. تمام. محمود غير جسمه غير جسمي، السعرات الحرارية اللي بيحتاجها محمود غير السعرات اللي انا بحترجها، كل واحد جسمه غير التاني، فاللي مش اللي يمشي عليك مش هيمشي على اي حد تاني. تمام. طب ازاي احسب السعرات الحرارية بقى؟ السعرات الحرارية انت في عندك نظام بي ام ار في الجسم، انت بتحسب عليه السعرات الحرارية. تمام. بتحسب مثلا كل جرام مثلا جرام بروتين باربعة سعر حراري، والدهون الجرام 1 جرام دهون بتسعة سعر حراري، فانت بتحسب السعرات الحراريه دي كلها بناء عليه، يعني بتجمع وبتشوف بقى ايه الانظمه اللي مثلا ال 100 جرام جبنه قريش في كام جرام بروتين
في قد ايه سعر حراري. موضوع كبير يعني. اذاكر قبل ما اكل واذاكر قبل الجيم. هو فكره ان انت بس نظام صحي في الاخر يا محمود يعني هنطلع بجسم شيب حلو. واهم حاجه صحتنا يا جماعه يعني ما نسمعش كلام محمود. اسمعوا كابتن كلام كابتن عمور. هو الموضوع سهل مش صعب يا محمود مش معقد. اكيد سهل اكيد سهل. فكره ان انت ما بتمشي تروح لكابتن كابتن بيقول لك كل كذا وكذا وكذا. طب انت ما بتسالوش ليه قلت لي ده بالذات؟ لان هو فكره ان هو بيكون تعب اصلا سهران طول الليل بيعمل لك في الدايت بتاعك بناء عليه اديهولك عشان كده تمشي عليه. الخاص بيك. الخاص بيك. الخاص بيك. كل واحد له نظام مختلف عن التاني. طب ازاي بقى بالنسبه للدهون الفات ازاي نقلل الدهون ونزود العضلات؟ تقلل الدهون ونزود العضلات الفكره ان النظام الغذائي بتاعك طول ما انت ماشي عليه صح تلقائي طبيعه جسمك هو بيحصل فيه معدلات الحرق. معدلات الحرق بتوصل لحاجه معينه وبتثبت. بعد كده انت عشان تعلي سعر تعلي معدل الحرق عندك يعني بتاخدي وجبه فري. وجبه فري دي ما بتاخدهاش كده خلاص. بتاخدي وجبه فري وبعد كده ايه بتبتدي ان انت ترتاح. وده كده ممكن يكون التنشيف يعني لا التنشيف ولا حاجة التنشيف حاجة. انت بتقلل الكربوهيدرات اللي محتاجه في الدهون اللي محتاجه في جسمك. انت بتقلل الدهون وبترفع نسبه البروتين. انت كده بتنشف. تمام. طب بالنسبه بقى لما الناس بتوع الجيم التنشيف بقى عشان احنا قلت لك هنخلي السؤال ده قدام شويه. التنشيف بقى التنشيف لاي حد بتاع جيم عامه ممكن انا اوصل يعني انا بس عاوز اعرف ايه التنشيف ايه اللي هو التنشيف اللي هو بنعمل عضلات بيربي عضلات التنشيف ان انا يكون عندي عضلات بس بقسمها ما بخليش ده للولد والبنت ولا للشباب بس عامه للاثنين للاثنين تمام تمام الفكره في ان انت في كلاعب بتجهز للبطوله انت بتوصل مثلا لاكبر حجم انت محتاجه تمام وبعد كده تبتدي ان انت تنشف تمام يعني بيكون مقابل معاك كل حاجه حاجه اسمها بلك فتره بلك بيكون مسموح لك بكل حاجه تبلك بعد كده ايه تنزل تنشف مره واحده فاهمني واحده واحده برضو سايكل بس يعني في وقت معين اللي انا لازم ان انا انشف مثلا ولا هو عادي مش شرط بيبقى قبل الماتش وعامه التنشيف عامه بيدور الجسم مش بيفيده يعني هو بيدور خد عندك ضعف المناعه يا نهار ابيض كل حاجه في الجسم بتتدمر يعني فايده التنشيف ان بيخلي شكلك حلو كل حاجه بعد كده جوه الجسم بتكون بايظه لا احنا بقى يعني لازم نخلي بالنا بقى لازم نخلي بالك يا جماعه ما حدش ينشف لا بس اللي بيعمل تنشيف ده اكيد وقت مثلا وقت المباريات مثلا تمام تمام بالنسبه بقى لادويه سد الشهيه هل الادويه دي الناس بتاخدها الناس اللي عماله تاخدها عمال على بطال دول تنصحهم بايه يعني وهل هي ليها افكت لها تاثير لفتره معينه ولا هي هتبقى على مدى العمر هقول لحضرتك على حاجه الشيء ان زاد عن حده بينقلب ضد تمام فانت مش هينفع تمشي على حاجه طول حياتك تمام ففكره ان انت فكره تمام انا همشي شهر شهرين ثلاث شهور هوصل اللي انا عايزاه طب وبعد كده بعد ما هل انا بعد ما امشي اسيب اللي انا باخده ده انا هرجع زي ما كنت ولا هفضل ثابته ده على حسب الحاجه اللي انت بتاخدها وعلى حسب النظام الغذائي بتاعك برده ما ينفعش ان انا اكون باخد ادويه وباكل سكر وباكل كل حاجه انا عايزها يا الساده مشاهدين كابتن عمار بينصحكم ادويه سد الشهيه ما تتاخدش عمال على بطال بالظبط اكيد ولا لازم طبعا تتابع شهادات طبيب والكلام ده اكيد يعني بالظبط ولازم يكون مظبط النظام الغذائي في ترينر برده ويظبط النظام الغذائي مع الترينر ومع الطبيب يعني الموضوع ده مش سهل ادويه يعني فلازم طبعا يكون في ارشادات طبيب طب نتكلم عن المساج بقى ايه هو مفهوم المساج نرجع خلاص نسيب بقى الجيم شويه نتكلم بقى في المساج عشان ده برده ده من ضمن تخصصك ايه مفهوم المساج بصفه عامه وايه المقارنه ما بين هنا في مصر وفي الصين بس هو الصين عامه سابقنا ب 100 اديني بقى كلمني بقى على موضوع المساج المساج عامه في مصر بيبقى مفهومه بيبقى غلط يعني انت ممكن تروح تقول لواحد في منطقه شويه تعال روح نعمل مساج يقول لك انت بتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده لكن لما تيجي مثلا نيجي عند الصين اصلا يعني هي واصله المركز الاول في العالم وتايلاند المركز الاول في العالم في العلاج بالمساج طب عشان انا معايا ثواني عشان نختم الفقره اخر حاجه بالنسبه للمساج ايه المفروض يتعمل قبل المساج وبعد المساج وايه الاكل بس في السريع يعني انت بتاكل وجبه خفيفه قبل جلسه المساج بتاخد دش معين بيكون يعني ايه بيحرق على الاسترخاء تحاول ترخي جسمك خالص بصفه وتخش على جلسه المساج استرخاء تام بحيث ان انت تستفاد من الجلسه تمام وتظبط جسمك بس كده خلاص كده في اوقات معينه لازم تعمل فيها المساج لا في اي وقت عادي ما فيش اوقات معينه ما بين المره والمره لا ما فيش وقت ممكن عادي ممكن اعمل جلسه النهارده عايز اعمل جلسه بكره ما فيش مشكله تمام هو على العموم المساج بيعمل على تحسين المساج تحسين المزاج بالظبط تقول كلمه اخيره كده او تنصح نفسك اخيرا قبل ما نختم عشان هنختم حالا
لا بس كل سنة طيبين وكل سنة أم طيبة وأبوي طيب وكل سنة أم وكل الأمهات طيبين وكل أمهات مصر كلهم طيبين وتحية طيبة لكل أمهات مصر. وبكده احنا وصلنا لآخر فقرتنا وطبعا انتظرونا في معانا فقرة تانية في برنامج ميديا زون. كل سنة وكل أمهات مصر طيبين يا رب وبخير. وصلنا لنهاية فقرتنا وشكرا يا محمود وشكرا كابتن عمار وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا يا كوتش. استنونا فقرة تانية.